أفضل مصفف شعر 2018. جائزة أفضل مصفف شعر الشاطر حمو محسن. مساء الخير. أولاً بشكر طبعاً مجموعة وشوشة على المجهود الجميل والاستفتاء التحفة طبعاً اللي عاملينه، وبشكر طبعاً كل فرد دعمني وقام بالتصويت لي في الاستفتاء، وأكيد بشكر طبعاً التيم بتاعي اللي دايماً في ظهري دايماً، وأنا سعيد جداً جداً أكيد إن أنا وسط نخبة من ألمع وأفضل المبدعين في جميع المجالات. وألف شكر.